اسلام، قبل ما ناخد الاندر ريتد خلينا بسرعه نمر على بيراميدز وبعدين مودرن فيوتشر. بيراميدز عنده مواجهه صعبه جدا، سان داونز ملعبه، سان داونز خلاص احنا كلنا عارفين كل التفاصيل، واعتقد ان ده مسهل لباتشيكو الشغل. فرقه قويه، لكن اتمنى بيراميدز يرجع بنتيجه ايجابيه، لان اتصعبت قوي على نوازيبه. خساره من فريق بيلعب مع كامل الاحترام يعني بعيد كل البعد عن مستوى بيراميدز. الجون الثاني ده كابتن اعتقد اكتر واحد زائل لان هو فيتوريا، دول مدافعين منتخب مصر واحنا رايحين كاس امم. لا بيراميدز اعتقد هم استهتروا بالجيم جدا، ده صحيح. فالمجموعه اتصعبت، انت مازيمبي كسبان فانت لسه عندك مواجهه صعبه مع مازيمبي في ملعبه، وسان داونز بره اتصعبت عقدوها. كان لازم بيراميدز يرجع كسبان من نوازيبه. هلا المشكله ان مازيمبي ممكن يفوز على نوازيبه رايح جاي، طبعا هيبقى 9 بونت. طبعا هو متعود على مازيمبي، هيستقبل بيراميدز في ملعبه الكونغو، وده ملعب في منتهى الصعوبه. مودرن فيوتشر حقيقه انا شخصيا منبهر بيهم، دي حقيقه، انه السنه دي رغم انه عدد كبير جدا مشي لكنه بيفوز في مبارتين، ده ما حققش النتائج دي السنه اللي فاتت. مظبوط. نعم. في الكونفدراليه وماشي كويس كمان في الدوري. نعم. لكن في الكونفدراليه 6 نقط، يكسب سوبر سبورت، عنده المواجهه الاصعب اللي هي تحديد الاول والثاني مع فريق تحدى الجزائر. فرقه مستهله، ولكن هم ماشيين كويس جدا الحقيقه. الراجل المدرب قادر يدير الادوات بتاعته كويس، جنش قادر يعمل ماتشات ممتازه الحقيقه. نعم. يعني السنه دي غنام محمد واحد. نعم. من اكتشافات الموسم من الراجل ده ان اتزق خطوتين، مسجل جون عالمي في سوبر سبورت. نعم. عامل اسيست المباراه الاخيره. اعتقد ان هو بيراميدز اتمنى ان شاء الله يعدي مباراه الجايه. وانا سعيد ان مروان محسن سجل الحقيقه، وسجل هدف جميل، والولد الجنب اللي سجل هدف برضه لعيب كويس جدا، لعيب كويس، لعيب كويس جدا. يلا على الاندر ريتد، عندنا حالتين، يلا بينا ناخد صديق. نعم. اجوله صديق اجوله صديق اجوله كابتن اكتر لعيب عمل اسيستات في الدوري المصري. نعم.